السلام عليكم، يعطيكم العافيه. شلونكم يا الربع؟ شو اخباركم؟ شو مسوين؟ حياكم الله بيوم الجديد. ان شاء الله مرتاحين معاي ومستانسين وفرحانين بفيديوهاتي. طبعا انا ابو حميد. هلا حمد. هلا ابو جون. وينك؟ حمد ابو المعجبات، عنده معجبات. ايش كثر يسالون عنك حمد؟ معجبين المعجبات كلهم من فضلك يا أخي. حبيبي وايد حابينك، وايد حابينك ترى. رايكم بس بالاصفر والنيه متفقين ترى. ضبطهم، ما كلمهم، عطهم شيء اسلوب حلو طيب لان حابينك، فعطهم كلمه حلوه. كلمه حلوه مساء الفلفوليه الفلفوليين، يعطيكم العافيه على المتابعه والسبسكرايب واللايك. وبس تابعونا دوم، ها، تابعوا عليه ومو تنسون، وتابعوا حمد. ها على وايد يقولوا لي ليش ما يستقبل الانستغرام؟ ليش ما استقبل انستغرام؟ اللي يبيني عندي شنو؟ سناب شات. السناب الاصفر. شنو سناب شاتك؟ سنابي حمد ناصر 37، راح احط لكم اياه بعدين ان شاء الله. yeah. او اخذوه من اي مكان. اوكي اخذوه من اي مكان. طبعا نطلع موكا. وين موكا؟ يلا وهذه جارتنا الله يهداها. وين ما بسبها اليوم؟ توها يا اول يوم. شوف الاجانب شلون ماسخين زين، يعني احنا متعودين عليهم من ايام لندن ان يطلعون دينك باي شيء، المهم انه يشتكون عليك، يسوون لك سالفه، ليش ما تدري. المهم بلغ الريسبشن انه في كلب قاعد يطلع ازعاج، فقولوا لهم يشيلونه. انا حاطه بالبلكونه، فلها الحين يقولوا لي شيله عمي. وين جاي الاجانب؟ ماسخين غصب يسوون لك سالفه. الحين ما لا مش عارف ايش صدق، احنا رايحين نمشي، فغصب يسوي لك سالفه الاجانب، عشان شي اكرههم. يدورون السوالف يا معود. يدورون السوالف. اوكي كاميرا. هل بس عاد يلا تعالوا معنا نمشي. Do you have a place for a dog I can keep? No. Maybe, yeah. Because the dog is sitting, you know, the name, you have neighbor, I'm thinking. Yes. Please keep the dog. Yes, inside. You keep inside, yeah? Yes, okay, I keep inside. But you not have place for dog, no? Huh? Sorry. It's okay. Thank you. Thank you. Thank you. عشاكم رايح اشتري شو اسمه تراب حق الكلب، حق صاخته الجمعيه. ها مثل مركز سلطان صغير، يعني يبيع اشياء من برا، يعني من لندن، من هالسوالف هذه، عرفتوا يعني. اسمه طبعا اسمه والله فيلا ماركت. فيلا ماركت. سوري تعرفون اني ما اتفاهم. لا تشيس ولا شيء، كني اشيله واطلع. شنو؟ واطلع. حمد ناظر من هني. هلا ابو حميد. شلونك؟ ما لقيت فوق. ما ادري. لا لازم في مكان. شنو؟ هذا؟ اي. تحط بدونك؟ اوه وينه؟ سعد يعني قاعد تسوي سحر انت؟ قاعد تسوي سحر؟ ليه؟ قاعد تسوي سحر ولا شنو؟ تكلم. بس تعال بسني. بس كاميرا. شاطر. شنو؟ لا ما طلعت. شو اسمه هذا؟ طراد. البحري، تعرف طراد ها؟ تحب البحر حسنو؟ طبعا موكا حاطينها هني. هلا ابوي شلونك؟ يعطيك العافية. زهرون نايمة؟ خلينا نشوفها. موكا راح تروح ها؟ مشكور. راح وديها المزرعة. ما يبي ما حد يبيها. زعلوني والله. يلا عادي. هلا. يروح دورة بالكبت، روح دورة. بس فاصلة ما في ما ادري عنها. يلا. هيا اخذه. هذه مشتكي على كلبي، حط الحالة هني. عاد شفت العلوة؟ ليش؟ مهني ما يحترمون. صح احترام الجار واجب، بس هي ما احترمتنا يعني. انا عندي حش السامع كلب صغير يعني. ما اخذ فلوس يروح حق ناس يعني حق منو حسنة؟ يعني المساكين. زهرة صح النوم. شو تخزين؟
بابا حلو سنة حق الناس يعني حق من بتعطي 20 تعال شنو حق كلمني عدل هذه الفلوس عندك اشوف ارفع حق منو هذا حق الناس ليش حق الناس تعطيهم منو الناس منو الناس برا الناس اللي برا الفقراء يعني الفقراء شاطر عدل مسح عدل مسح يلا طبعا يا ربع انا كل هذا ما قلت لكم وين رايح الحمد لله رايحين مع الاهل مطعم سي فود ما له حل ما له حل يسوي سي فود بالماء يعني مثل شوربه سي فود شوربه عيش شوربه هذا هو شنو بس ماي مع عيش مفيوح بالماء وسمك مفيوح يقطه بالماء اما انت تحط صوصات وكذي شنو السمك اللي عنده عنده زبيدي عنده السمك ما ادري ما اعرف شنو هو روبيان خذاق فأنت اللي تختار الطلبات اللي تبيها يعني. طبعاً الزبيدي والربيان طالع تعالوا شوفوا تعالوا هلا هلا يعطيكم العافية يا ربا طبعاً وصلنا المطعم هذا هو مثل ما قلت لكم ما له حل جينا صورنا مرة بيومياتنا هني هذه مرة ثانية اللي نصور لكم بس بيومياتي أنا كل شيء فريش كل شيء قدامك شوف السمك شوف الربيان ما شاء الله شوف السمك كله طازج كله يمك شيء ما له حل هلا شلونك كبير كم واحد شوف الربيان ما شاء الله يلا حياكم هلا بالفاميليا هلا هلا فيك شلونكم وربيان احنا بنجي بالعافيه سي فود بسي فود يا بيدو شنو الكبوس هذا بيدو الربع طبعا بوريكم شويه بس من الاكل انا باكل وبصراحه ما اقدر اتحمل هذا تم يوم سي فود ما له حل هذا سلطه سي فود بسم الله بسم الله هذه شوربه ربيان ما له حل هذه مشروع فيها ما لها حل بعد جايبون طلبات الحين يلا يعطيكم العافية يا ربي طبعا خلصنا المطعم ورحنا البيت الحين رايح مع بوسيد عندنا اجتماع سريع فرحت سبحت بدلت بسرعة وجي ورايح له دعواتكم يا ربي دعواتكم طبعا صدق قبل لا نطلع المطعم جانين راعي المطعم ويعرفنا احنا اكبر عائلة ما شاء الله اللي نروح له و فلنج يعني الأجانب عندهم هذه كلمة تايلندية إن الأجانب أنا ما يقول الأجانب هناك أصلاً كان يوريني اليوتيوب يقول قبل أسبوع يعني واحد يوتيوبر يسوي أفلام وثائقية عن مطاعم دول شرق آسيا شيء كان نقول له إحنا بعد يوتيوب كان أوري الفيو مالنا إن عندنا 13 مليون والسبسكرايب 50,000 تقريباً نوصل إن شاء الله 41,000 على قناة الخزعليات الأول كان يستغرب يقول أوه صدق والله عطوني خلنا نضيفكم كان يضيفنا وهذا فبس هذا كنت بقول لكم إياه دعواتكم لله رب العالمين الاجتماع مشى عدل went on well وردنا البيت أوه شنو هذا يا رب شو بس نصير راد البيت بودي موكا مزرعة هذه جارتنا والله بذبحها راح اذبحها يا جماعة إذا عندكم جار كذي من شنو قولوا له قول له حمي شوف والله مو صاحي شوف الأجانب ترى مو صاحيين عبالكم يعني إنهم أذكياء والأجانب أحسن من العرب والأجانب لا يبوا شوف حاطن على برا شو الغباء هذا تقول لا تحطون ورد هني حاطينه من البيت دنو أول يوم يا أنت إيش فيك يعني اوكي جاهز المزرعه يلا الحمد لله يا ربي وصلت البيت يعطيكم العافيه على تشجيعكم على اللي دش علي بالواتساب يسال عني من الانستغرام اللي دش اليوتيوب كومنتات واللايكات وتعبكم هذا كله على راسي وكل اللي قاعد اسويه عشانكم عشان افرعكم عشان اونسكم ويوريكم اشياء جديده بتايلاند اوريكم حياتنا بتايلاند اوريكم اللي طالعين من تايلند وايد سألوني قالوا لي ليش عايش بتايلند
يمكن مو عارفين هالشغلة، فخلنا أوضح لكم إياها على السريع. إحنا كل كم سنة نسافر دولة ثانية، يعني كل 5 سنين 3 سنين 4 سنين نمل من دولة نسافر دولة ثانية، نحب نكتشف، نحب السفر. أنا مو من أبوي، من يدي الله يرحمه، من يدي بعد كانوا يسافرون يحبون السفر ويطلعون برا أوروبا، ما يحبون يقعدون مكان واحد، فخذنا هالشغلة منهم والحمد لله مستانسين مرتاحين، وقاعد نشوف دول وقاعد نستانس وقاعد نسافر وقاعد نروح هني، فالحمد لله على كل حال. هذا بشكل بسيط وسريع. وإذا وصلتوا لنهاية الفيديو عطوني لايك عشان بعرف كم واحد وصل لنهاية الفيديو، وكومنتاتكم الحلوة على راسي كلهم، وما أدري كثر أشكركم بصراحة، يعني ما أدري شنو على راسي. يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله حلقة باكر. السلام عليكم.